أنت وأنا وأي امرأة عالميا مش بس عن جد بلبنان فيها تكون عم تزرع التغيير بس توثق بحالها بعد وبعد إنه هي عن جد أصلا هي زرعته للتغيير من خلقتها بدها تزرع. بس المتطوعات كانوا كلهم ستات، كنا ستة سبعة، بلشنا نروح على كوام الزبالة يلي بالطرقات ونشيل منهم كل شيء بيقدر يرجع ينعد تدويره لنخفف من الكميات يلي كانت بالطرقات. وهيك شوي شوي البلديات بلشوا يساعدونا كمان، وصارت من أكسيون هيك بسيطة بين متطوعات انتقلت لشغل البلديات. أنا بهيدا النهار بدي أطلب منك أنت صاحبة العلاقة أنك تتحركي، أنت أنك تكسري جدار الصمت وترفعي صوتك عالي تتقدري تطلبي بحقوقك وحقوق أولادك. حقوقك مش بس هي أنه نعدل القوانين ونقدر نوضع حد للعنف اللي عم بتمارس عليكي، ولا حقوق أولادك أنه يكون عندهم هوية ويعيشوا ببيت سليم. لا، حقوقك أنت وولادك يكون تعيشوا ببيئة نظيفة. بس هي المسابرة والتكرار تكرار تكرار انه خلص هيدي هي اللي بدي اوصل لها منوصل، والكل نقدر نمشي كتير ناس ورانا. مين في هون؟ احكي عن تجربتي مع الركض، كيف رياضة حولت اليأس لأمل والأمل لواقع والواقع لتغيير. جمعية بيروت ماراثون كانت تحدي إلي، من خلال سباقات الركض قدرت تتغير التركيبة الاجتماعية، وأكثر من هيك إنها تكسر الحواجز المناطقية، والحلو إنها توحد اللبنانيين بعد ما فرقتهم الحرب. كل إنسان ومش بس المرأة لازم يكونوا عم يزرعوا التغيير. صراحة مش عم بعرف وجه لك إياها بس لإلك، كلنا لازم نزرع التغيير، من كبة الكلينكس مرات السيارة، من كبة الزبالة، من إنه نفكر إنه بيتنا هو بس حدودنا اللي هن هالأربع حيطان. لا، بيتنا هو الأرض كاملة متكاملة. ما تخافي من شيء، كله ممكن يتحقق، بس بده مسابرة وإصرار. يعني وقتها نركز مزبوط على فكرة ونصير ملاحقينا، ومش معقول ما نوصل، أكيد رح نوصل. أنا جاي أطلب منك هلأ إنك تزرعي التغيير، جاي أطلب منك هلأ إنك ترفعي صوتك عالي، جاي أطلب منك هلأ إنك تحطي إيدك بإيد أي مشروع عم ينشغل بهيدا البلد تنقدر نوصل لبيئة نظيفة، أي مشروع عم ينشغل بهيدا البلد تنقدر نوصل لمجتمع أكثر عدالة. بالنهاية أنتي نص المجتمع، أنتي بتزرعي التغيير، وأنتي بتحددي مستقبل ولادي كيف بده يكون. بالبيت إذا فات الرجال شاف تابلو ألوى ما بينتبه، بس الست أول شغلة راح تروح تجلس التابلو، وبتضيع نفس الشيء. إذا كان في زبالة تحت عمود الرجال يمكن ما راح ينتبه له، الست راح تروح وراح تلمه، لأنه ما راح تقبل إنه ضيعتها تكون مجوية، مثل ما بتقبل إنه ببيتها تكون في فوضى. بقى من هون أنا بوجه نداء لكل الستات تنحمسهم أكثر شيء على العمل البلدي، لأنه من العمل البلدي بتنطلق الست على أكبر، والشغل يلي فيها تعمله بضيعتها وببلديتها الرجال مش دايماً بيقدر يعمله. كوني قوية ولاحقي كل أهدافك وحصني مجتمعك، خلي طموحاتك كبيرة 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 وثقتك بنفسك تكون أكبر. زرعي التغيير، والمهم إنك تضلك تركضي لقدامك.